في هذه اللحظات إلى السيد خليل شاهين الكاتب والمحلل السياسي والذي ينضم إلينا عبر الهاتف. إذن سيد خليل، هناك يعني حراك فلسطيني يكتسب زخما يوما بعد يوم، دفاعا عن الخان الأحمر ودفاعا عن الحق الفلسطيني في البقاء على الأرض. كيف ترى هذا الحراك المتزايد؟ إن هذا الحراك ينطلق من خطورة المخطط الإسرائيلي المتعلق بالخان الأحمر، لأن الخان الأحمر يعتبر البوابة الشرقية لمدينة القدس، وأي مساس في هذه المنطقة والتجمعات البدوية هناك يعني عمليا تمرير المخطط الإسرائيلي في المنطقة E1 التي تؤدي في نهاية المطاف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتحقيق المخطط الإسرائيلي المعروف باسم القدس الكبرى. ولذلك فإن هذه المعركة تعتبر معركة مفصلية، وإن لم نقل أنها معركة مصيرية تحدد مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، أي أن هذه المنطقة تعتبر المدخل إما لإمكانية قيام دولة فلسطينية أو القضاء نهائيا على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة. لذلك فإن هذا الحراك سوف يتواصل ويتصاعد رغم قرار المحكمة العليا. ولكن سيد خليل، يعني ألا توافقني الرأي على أن هذا الحراك لازال محليا، لازال في الإطار الفلسطيني، لا نسمع يعني عن تحركات دولية من أجل مواجهة أو يعني تحميل إسرائيل المسؤولية على الأقل لما يجري في هذه المنطقة، وهي تقوم بفعل غير شرعي وهو تهجير وترحيل سكان الأرض الأصليين عن أرضهم؟ نعم بالتأكيد، أعتقد أن هناك نقطتان مهمتان في هذا الجانب. النقطة الأهم سوف كانت وسوف تبقى هي مدى قدرة الفلسطينيين بأنفسهم على توليد حراك شعبي واسع النطاق يوظف كافة الطاقات والقوى والفئات الفلسطينية في المعركة التي تتركز الآن في الضفة الغربية، وخصوصا في ظل المخاطر التي تنطوي عليها ما يعرف باسم صفقة القرن. ولكن هذا الأمر الداخلي الفلسطيني حتى الآن يعتريه مشاكل كبرى، أهمها حالة الانقسام الفلسطيني الداخلية. ولذلك فإن المدخل وضرورة توحيد الفلسطينيين جميعا على قاعدة استراتيجية وطنية شاملة توحد الطاقات وتفجر المقاومة الشعبية الفلسطينية بمشاركة الجميع في الضفة الغربية، كما هو الحال بالتأكيد في قطاع غزة. الجانب الآخر هو أن الحراك على المستوى الدولي لا يزال دون المطلوب. صحيح أن هناك قناصل من الاتحاد الأوروبي يدعمون بل ويشاركون أيضا في الاعتصام وفي الزيارات إلى منطقة الخان الأحمر وغيره من التجمعات البدوية، إلا أن هذا الأمر لا يقترن مع موقف عملي تتخذه دول العالم وبشكل خاص دول الاتحاد الأوروبي. المطلوب خطوات على غرار خطوات. نعم، وصلت الفكرة سيد شاهين. نعم، شكرا لانضمامك إلينا سيد خليل شاهين الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله.